مطلق بن علي العنزي ختاما مسكم بإذن الله تعالى لتواصل أشواط الفترة الصباحية بانطلاقة مسافات 6 كيلومترات والمنافسة التي تدور ما بين الشعارات وما بين هذه الأسماء المتواجدة لسن الإجذاع. نتواصل مستجبلين معكم هذه الشعارات المتواجدة مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشات قناة الريان الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق في نقل حي مباشر من أرضية ميدان الشحانية ومنافسات أرضية ميدان التحدي. إذن أول المراكز هنالك المقدمة والصدارة تواجد شعار بن قمرة على المركز الأول وعلى الصدارة واسم الدوحة سعود بن صالح بن حمد القمرة حمد بن سالم الجويل من يقدمها لنا بعملية التضمير. المركز الثاني نتابع ثاني المراكز تواجد حاملة رقم 27 أو ليست مدونة لدينا في كشف التعليق لحظات ونوافيكم بمن تتواجد على المركز الثاني. ثالث المراكز التقدم من قبل أرصاد عبد الهادي بن علي بن مشروم المري من يقدم لنا أرصاد بشعار بن مشروم. المركز الرابع أتابع التقدم من قبل تبليش لسعيد بن بطية الحسن المري يتواجد مقدما لنا تبليش بهذا الاسم المميز. والمركز الخامس خامس المراكز شعار بن حلفان يتواجد منافسا مع دائرة الخمسة الأسماء المتقدمة واسماء زعفرانة ماجد بن محمد البريص المري قادم من ميدان الجزيرة من المملكة العربية السعودية للمشاركة على أرضية ميدان التحدي. هذه الخمسة الأسماء المتقدمة لأول نداء بانطلاقتها الأولى وبتواجد الأسماء الكبيرة المنطلقة وما خلف الخمس أسماء تواجدت وقدمت لنا منافسات كبيرة. أرى هنالك السيل الجارف في انطلاقة أسماء لم يحن موعد تواجدها بالنداء. أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة وأعود إلى انطلاق من غيرت في هذه اللحظات وانطلقت مع الصدارة والمقدمة. تواجد صدى صالح الهديفي يقدم لنا صدى مع الصدارة بضجيجي صدى صوتي صدى من تتواجد على المركز الأول والثاني. المراكز التواجد من قبل الدوحة الدوحة والروحة مع الدوحة مع المركز الثاني سعود بن صالح القمرة يقدم ويمتلك الدوحة من يقدمها حمد بن سالم بن جهويل من يديرها بعملية التضمير. خبير في التضمير هذا الشاب من فطاحلة المضمرين من يقدمون لنا الدوحة بعملية التضمير. المركز الرابع والثالثة تبليش وبلش التبليش بالمنافسة مع المركز الثالث تنطلق إلى ثاني المراكز وتتواجد حاملة شعار سعيد بن بطي الحسن المري يسعد لي صباحك الزعبي من يقدم لنا التبليش مع المركز الثاني وثالث المراكز. تواجد أرصاد عبد الهادي بن علي بن مشروم المري مقدما لنا المطوع هذه المشاركة مع المركز الثالث. المركز الرابع تقدم من قبل زعفرانة ماجد بن محمد البريص المري وهنالك المركز الخامس أول نداء للدوحة صالح بن حمد بن صالح اللحول مالك الرياضية البطلة والأسطورة المعروفة من شاركت في سن الثنايا وحققت الناموس المستحق بأول أشواط سن الثنايا وسجلت التوقيت الأفضل ما زالت انطلاقتها مرصودة لدى المتابعين والعشاق لهذه الرياضة مع المركز الخامس ومع انطلاقة ختام ندائنا الثاني. مشاهدينا الكرام نعود إلى الصدارة لنرى أمور المقدمة والمركز الأول عادت مجددا وانطلقت الدوحة مع أول المراكز مستريحة الدوحة بالانطلاق الجميل مع الصدارة شعار بن قمرة مع المركز الأول سعود بن صالح بن حمد القمرة مالك الدوحة والمضمر حمد بن سالم بن جهويل أبو شهاب يراقبها بالانطلاق
الجميل مع الصدارة. المركز الثاني تبليش، تعود الملكية تبليش لسعيد بن بطية الحسن المري من يقدم لنا هذا الشعار مع المركز الثاني، غيرت بدوره إلى المركز الأول. ثالث المراكز تواجد أرصاد، أرصاد وأرصدوري أرصاد وانطلاقتها الجميلة مع المركز الثالث عبد الهادي بن علي بن مشروم المري متواجدا ومراقبا انطلاقة أرصاد مع المركز الثالث وأبنائه يرافقونه في هذه الرياضة وأيضا في عشقهم لهذه الانطلاقات المميزة ولحبهم لهذا الشعار وبتقديم المنافسات الكبيرة. المركز الرابع أتابع رابع المراكز تواجد وجود وانطلاقها على أرض الكرم والجود سعيد بن علي بن حفار المري يتواجد شعاره بالانطلاق منافسا في هذه الانطلاقة وفي هذا اليوم مع المركز الثالث، وهنالك الأسماء بدأت تتدخل بهذه اللحظات والأسماء بدأت تنطلق، هنالك أسماء وشعارات تواجدت بالانطلاق، هنالك شعار بالحول وهنالك شعار قدم بهذه اللحظات مع سلودة ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي مع المركز الثالث تنطلق بشعارها. المركز الرابع شعار بن مشروب، خامس المراكز شعار بن قمرة مع بن جهويل، هنالك شعار بن لحول وشعار بن حلفان وشعار الخيرين، شعار بن مسعود، شعار بن انديلة، أسماء قادمة لا محالة مشكلة الخطورة، ولكن وجود تثبت وجود شعارها وتنطلق مع أول المراكز. تتواجد على المركز الأول سعيد بن علي بن حفار المري، روح يا بن حفار مع الناموس، الأسماء قادمة، الأسماء متواجدة، أراقب فرج بن علي بن حفار من يتابع انطلاقتها الجميلة مع أول المراكز ومع المقدمة. ولكن تبليش يا بلشتكم من تبليش، هنالك تبليش قادم شعار الزعبي وهنالك متواجد شعار بالحول مع الدوحة، صالح بن حمد بن صالح بن حول المري، شعار بن حلفان ماجد بن حلفان المري مع المركز، أو هنالك المتواجدة والمنطلقة زعفران ماجد بن محمد البريص المري. ووصلت لأول ندى جميلة، يا للجمال الجميلة، من تتواجد جميلة الجميلات، فهد بن محمد بن فهد الخيري مع المركز الثالث. رابعا أتابع حامل رقم أربعة، مرحبا بقدوم الشبلة صاحبة سجلات حافلة محمد بن حمد بن محمد الزعبي، يتواجد مقدم لنا الشبلة، الشبلة وفزت من القبلة الشبلة مع المركز الرابع. خامس المراكز تواجد الدوحة، المملوك لسعود بن صالح بن حمد القمرة، حمد بن سالم بن جويل من يتابع، ولكن نعود مع الصدارة. انطلقوا أبناء الجزيرة، الله يا أبناء الجزيرة، هنالك ماجد بن حمد البريص المري مقدما لنا زعفرانه، زعفرانه مع الصدارة ومع المقدمة مع الانطلاق المتقدم ومع السيطرة على مجريات هذا الشوط، زعفرانة مع المركز الأول. وبإذن الله نشاهدها في الختاميات تكسى بالزعفران بمادة التكريم بإذن الله تعالى. نهني ماجد بن محمد بن حلفان على هذا الفوز المستحق وعلى حصول الزعفران على المركز الأول والثاني مركز شبلة لحمد بن محمد أو محمد بن حمد بن محمد الزعبي المركز الثالث، كانت تواجد من المدينة زيد بن سالم البحيح المري المركز الرابع، كان الوصول من قبل الدوحة لصالح بن حمد بن صالح حول المر المركز الخامس، كانت تواجد من قبل جميلة لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. مشاهدينا الكرام، انقضت منافسات أشواط هذا اليوم وانقضى هذا الشوط، وكانت الزعفرانة هي صاحبة الكلمة وصاحبة الناموس وصاحبة الانتصار بهذه الانطلاقة الجميلة. نذهب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، نعود بحضراتكم إلى صاحبة هذا الشوط وإلى الزعفرانة وتوقيتها الزمني 9:53:50. نهني ماجد بن محمد البريص المري على هذا الفوز، والتهنئة يا لي حلفان ولي أبناء الميدان الجزيرة في المملكة العربية السعودية. المركز الثاني كان وصل من قبل الشبلة، توقيت الزمن 9:42:45. نهني محمد بن حمد بن محمد الزعبي على هذا الفوز. ثالث المراكز
كان التواج من المدينة. نهني مالك المدينة. توقيع الزمن 9 دقائق 33:56 من الثانية. الثاني لزيد بن سالم بن راشد البحيح المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ثانيا نهني سالم بن علي بن مبارك بن راشد المري على هذا الفوز المستحق وعلى تسجيل الجذاب بتوقيت الأفضل. ونهني سالم بن سعيد بن منى الأكتبي على فوز الهام في المركز الأول شوط القعدان الإذاع. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وبذلك نصل إلى الختام. تقبلوا تحيات المخرج علي بن محمد بوشا أو هنالك أحمد السادة كان مخرج هذا السباق لهذا اليوم، له التهنئة والشكر على مواصلاتنا بجميع الانطلاقات وباللقطات الجميلة، وكذلك تقبل الطاقم الفني لقناة الريان. نستودعكم الله حتى اللقاء في الفترة المسائية وانطلاقة الأشواط المفتوحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.